السلام عليكم everyone، يا رب تكونوا كويسين. ناقص 7 أيام على الامتحان، فتعالوا نتكلم ايه اللي المفروض انت تعمله في 7 أيام دول. 7 أيام في الامتحان يعني انك انت لو في اي لسن في الرايتنج عندك ديفكت فيه، لازم انك انت تشتغل انك تحل المشكلة دي دلوقتي. عندك 7 أيام بحلها. المفروض باي ناو ان انت عارف انك انت تليمت النمبر اوف ميستيكس اللي بتجيبها لسيرتن لسنز، لدروس معينه هي دي اللي بتجيب فيها غلطات. فدورك في 7 ايام دول ان في ال7 ايام دول بالذات تقعد تحل كتير جدا على اللسنز دي. الجنرال براكتس احنا ننصح انك تقعد تحل امتحانات لحد قبل الامتحان بيوم، يعني يوم الخميس الجاي طبعا ما تقعدش تحل امتحانات needless to say. تمام. طيب لو انا عايز اراجع على الدروس اعمل ايه؟ احنا ان شاء الله هننزل على الشانل هنا على مدار الاسبوع الجاي كام ريفيجن كده بتوع رايتنج، وبالفعل نزلنا 2 ريفيجنز بتوع ريدنج انصحك انك انت تقراهم. بس في العموم انصحك انك انت تفتح الامتحانات وتطلع الاسئله من النوع اللي انت بتغلط فيه تقعد تحلها، يعني مش تقعد تحل الامتحان كله. لو تقدر تحل الامتحان كل يوم بيبقى كويس جدا، لكن جنب الامتحان اللي هتحله ده لو تقدر انك انت بس تشوف مثلا انا عندي مشكله في البونكتويشن، فتمسك امتحانات السنين اللي فاتت وتطلع كل اسئله البونكتويشن تحلها. لو لقيت سؤال ما تعرفوش شوف الاجابه طلعت كده ليه، يعني مثلا let's say الانسر ايه، حاول تحل السؤال بالعكس اللي هو الانسر طلعت ايه، طب ايه تفسير الاجابه دي او ليه الاجابه طلعت ايه. ده بالنسبه للرايتنج. بالنسبه للريدنج يمكن الوقت اللي بقى ده انت صح فيه انك تشوف ايه الريدنج استراتيجي اللي هتستخدمها. زي ما احنا عارفين اسئله الريدنج انواع، زي ما قلنا في الريفيجن اللي نزلت على اليوتيوب، فانت فيري سيمبلي شوف انت هتارجت انهي انواع من الاسئله وايه الاوردر اللي هتارجت بيه الباراجرافز او الباسجز في الاكزام.